ضمن برنامجه التدريبي الذي يستهدف الشباب، أطلق المجلس المحلي للشباب ببلدية غات دورة تدريبية في مجال التصوير الفوتوغرافي، والتي احتضنتها قاعة المرحوم أحمد شريف بالمدينة. من هذه الدورة طبعا رفع كفاءة المصورين وأيضا توفير فرص عمل للمشاركين في هذه الدورة، وكان من ضمن المشاركين أيضا مجموعة من المصورين وشاركوا في هذه الدورة لغرض رفع كفاءتهم وأيضا زيادة في الاحترافية في مجال التصوير الفوتوغرافي. 20 شابا وشابة شاركوا في هذه الدورة تحت إشراف مدربين محترفين في مجال التصوير، تلقوا خلالها أهم أساسات التصوير. أعطانا كيف أساسيات التصوير الفوتوغرافي، سواء كانت في الإضاءة أو الزوايا، المناسبة للتصوير. وكانت اليوم ثالث يوم الدورة وكانت تدريبات ما شاء الله، وتعلمنا حاجات ما كنا نعرفها. صح أنا من الناس اللي تحب التصور وموهبتي التصوير، بس في حاجات ما كنتش نعرفها وما عنديش عليها علم، تو أخذت خبرة. طبعا أهم حاجات اللي بدينا فيها واللي هي تقسيم الصورة والتكوين متاعها والتوزيع الظلال، هذه أهم حاجة، ومكونات الكاميرا. وبعدها نخشوا في مراحل اللي بعدها اللي هي كيف نستغلوا الكاميرا، كيف نستغلوا كاميرا الهاتف يعني في التصوير، وكيف حد يختار كاميرا معينه يعني يستغلها بعدين تفيد. يعني اساسيات هذه كانت تنقصنا يعني، فهذه تعتبر بدايه انطلاق للموضوع التصوير، وان شاء الله تكون في الايامات القادمه تكون افضل ان شاء الله. يسعى المجلس المحلي للشباب بغات من خلال هذه الدورة إلى تحسين مهارات التصوير لدى المهتمين من الشباب، لجعلها مهنة تعود عليهم بالنفع.